الحلقة 27 في تفسير جزء عامة والثانية في سورة البروج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الموضوع الأخير الرابع اللي بتتحدث عنه سورة البروج أن ما حدث من مع أصحاب الأخدود حدث مع غيره كفرعون وثمود، بل والكفار الوثنيين أشد منهم لأنهم في تكذيب، وأخطأ هؤلاء الكفار ليه؟ لأن القرآن مجيد لا نقص فيه ولا خطأ فيه، لأنه في لوح محفوظ. طب إزاي بقى يكذبوه وهو مجيد لا نقص فيه ولا خطأ فيه لأنه في لوح محفوظ؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هل أتاك حديث يعني خبر الجنود فرعون وثمود؟ الجنود دول تجندوا حرب أولياء الله تعالى، بل الذين كفروا في تكذيب، بل الأشد منهم الذين كفروا من قومك في تكذيب ما علمهم بما حل بالآخرين فلم ينزجروا. والله من ورائهم محيط، أي والله من ورائهم محيط، محصي عليهم أعمالهم وقادر على إهلاكهم. بل هو قرآن مجيد، يعني بل أخطأ الوثنيين في رفض القرآن لأنه مجيد لا نقص فيه وكامل وصحيح فلا خطأ فيه لأنه في لوح محفوظ. طيب مستوى الثاني، ما مكان نزول سورة البروج؟ هي سورة مكية نزلت بعد سورة الشمس. ما ترتبها؟ 85، عدد آياتها 22، عدد كلماتها 109 كلمة، عدد حروفها 458 حرف. ليه رجحنا تفسير ان البروج هي النجوم العظيمة وخطأنا تفسير ابن عباس ان البروج هي قصور في السماء؟ واحد، لان نص ما نص عليه اهل اللغة فقالوا مادة برجة في اللغة العربية هي البروز والظهور، ومنه سمي القصر والقلعة برجا لظهورهما، وسميت منازل الشمس والقمر بروج. طيب موافق لاستخدام القرآن كما في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، اهو البروج عن النجوم. تالت حاجة، ده تفسير كبار المفسرين زي مجاهد وقتادة والطبري. رابع حاجة، مطابق للقاعدة، احنا عندنا قاعدة بتقول لابد ان يكون المقسم به معلوما عند عامة الناس، يعلم عامة الناس ويرون اثره، والنجوم هي الازهر بخلاف تفسير ابن عباس بيقول قصور في السماء فلا احد يعرفها من الناس وما الدليل على وجودها اصلا. تاني في الآية رقم 2 في سؤال، كيف نحل التعارض لا اقسم بيوم القيامة وقوله تعالى واليوم الموعود؟ هنقول الله دي هنا لا توكيدية وليست لا النفي، فالاتنين بمعنى واحد. طب السؤال الآية رقم 4 فيها سؤال، ما قصة الغلام والساحر بتوع أصحاب الأخدود؟ الغلام والساحر قصة معروفة مش محتاجين نحكيها، كل الناس عارفاها. خلاصتها يعني فيها فوائد، الفايدة الأولى اعتراف العالم بالفضل لمن هو أفضل منه، لأن الراهب قال للغلام في القصة أنت اليوم أفضل مني. الفايدة الثانية إن ما دمت بتدعو إلى الله تعالى يجب توقع أن من يعيق طريقك ويجب الصبر، لأن الراهب قال للغلام إنك ستبتلى. الفايدة الثالثة إسناد الأفعال كلها لله، لأن الغلام كان يقول إنما يشفي الله. الفايدة الرابعة، رفض الداعي أي أجر على عمله وهدايته، قل لا أسألكم عليه أجرا، ولأن الغلام قال، أما الرجل قال له إلى ها هنا لك أجمع، لم يلتفت أصلا للكلام ده كله وطلب منه الإيمان. الفائدة الخامسة، بيان فضل الله تعالى على هذه الأمة، لأن الأمم السابقة كانت ليس عندها ضرورة في تموت وما تقولش الكفر، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجوز لا تقول كلمة الكفر للضرورة. الفائدة الستة، جواز التضحية بالنفس إذا غلب على الظن أن التضحية ستسبب في نشر الدعوة ودخول الناس الإسلام. الفائدة السابعة، كل طاغوت يستعين بساحر، والساحر والسحرة دول اليوم هم الإعلام،
فالناس اليوم عندهم ان العفة والطهارة تخلف والفجور والفحش تقدم. وبرضك كل دين محتاج لدعاء يبينوا الإعلام بتاعه يوضحوا الحقيقة. الفائدة التامنة، كل شخص جندي وعبد بطبعه. فالساحر ده بيقول للملك اديني غلام عشان أخلي السحر موجود. وعبد البقى لا يؤمن بالآخرة أصلا ولا يوقن بها، ومع ذلك مستعد لأن يضحي بحياته وأن يموت من أجل أن تصل عبادة البقر موجودة. كل إنسان عبد لمعتقداته، وكل إنسان عبد مخلص لمعتقداته بيحاول يخلي في جيل تاني وراه. طيب الفايدة التاسعة بقى، يجب على كل ولي أمر أنه يجعل من ابنه مشروع عالم كبير، زي ما الكفار عملوا من الغلام مشروع ساحر كبير. طب لماذا هذا المشروع؟ لأن تربية الأولاد هي طريق مختصرة للمجد، لأن الغلام أسرع في التعلم، فإذا غرست فيه المبادئ فإنها سوف يكون حاذقا وسوف يسأل. تاني سبب إن ربنا يسألنا عنها، عن الولاد دول ليه ما علمناهمش؟ طب إيه الدليل إن الغلام تربية الأولاد دي طريق المجد وإن ربنا يسألنا؟ قال الساحر، كان ملك في من كان في الحديث السابق، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان ملك فيما كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك إني كبرت فابعث لي غلاما أعلمه السحر. يبقى الغلام هو المستقبل. طب ليه ما خدش راجل كبير وعاقل؟ لأن الغلام ده هو المستقبل وهو اللي أسرع في التعلم. طب وقال الله تعالى، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الطبري في التفسير قال إيه؟ وعلموا أهليكم من العلم من العمل بطاعة الله ما يقون به أنفسهم النار. ثالث سبب إن إحنا لازم نعلم العيلة الصغيرة ولازم نعملهم مشروع عالم كبير، إن ربنا قال له أنذر عشرتك الأقربين، فالأقربون أولى بالمعروف. رابع سبب حديث عبد الله بن عمر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طب إزاي نخلي ابني مشروع عالم كبير؟ إزاي؟ مراحل. المرحلة الأولى العزيمة والدعاء لأن يكون أعلم الأمة، والاستعداد لإنفاق الوقت والمال لهذا الهدف. ليه؟ إيه الدليل على الكلام ده؟ أن الرسول قال دعوة الوالد لابنه لا ترد، والدعاء للأبناء من صفات عباد الله الصالحين. قال الله تعالى، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين يعني عاوزينهم صالحين أتقياء، فتقر أعيننا بهم ونفرح من أجلهم. دي أول مرحلة، إن لازم الأب يدعي لأولاده والأم تدعي لأولاد. المرحلة الثانية اختيار صحبة صالحة لمن يؤمنون بهذا الهدف، ونحدث تنافسا بينهم. طب إيه الدليل على أهمية الصحبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حاء صاحب المسكي وكير الحداد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والراجل اللي تاب، الراجل العالم قال له إذا غير البلد بتاعتك، غير صحابك. المرحلة الثالثة، عمل برنامج لله واللعب لضمان استمرار الصحبة وعدم الملل. من غير لعب الطفل عيبله مش هيكمل معك. طب إيه الدليل إن اللعب ده حق للطفل ولازم نحافظ عليه؟ إن عائشة دخل بها النبي وبنت 9 سنين، قالت كنت ألعب بالبنات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، ورأى بينهن فرس له جناحان، فقال ما هذا الذي في وسطهن؟ قلت فرس له، قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن سليمان بن داود كانت له خيل لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم فأقدر قدر الجارية الحديثة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخو أنس كان عنده طير بيلعب بيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فيجوز لعب بالطيور بدون تعذيب لها. والنبي صلى الله عليه وسلم أباح اللعب بالعرايس مع أنها أصلا أوثين.
المرحلة لازم يتعمل فريق كورة، والولد يبقى ليه فينيلا وليه ماتش كل أسبوع بيروح، يتعمل نادي. المرحلة الرابعة إلزامه مع معلمي بيجعله مجيدا للقراءة والكتابة. القراءة والكتابة دي لازم يجيدها، دي أساسي. المرحلة الرابعة إيه؟ الدليل لازم قراءة وكتابة، إن ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال ولازم من في التعليم بقى، بدل ما اتعلم لازم لين وبالراحة وفي نفس الوقت شدة. عن قال النبي صلى الله عليه وسلم: علق الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. وقال عن أم المؤمنين عائشة قالت: زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. نرفق وندي فرصة واحدة واثنين وثلاثة، بس بعد كده لازم نعاقب. المرحلة الخامسة إلزامه مع معلم يعلمه التوحيد. إدى لازم يعلمه التوحيد ويعلم العلوم الشرعية، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدليل على ضرورة وكل حاجة يتعلمها يبلغها. احنا نقف المرحلة الخامسة دي ونبدأ بها الحلقة القادمة.